اهلا بيكم مره ثانيه. احتل محمد محمد كمال علي لاعب منتخب العاب القوى البارالمبي المركز الثاني والميداليه الفضيه في مسابقه قصف القرص في بطوله فزاعه الدوليه ال14 لالعاب القوى البارالمبي في الامارات والمؤهله لدوره الالعاب البارالمبيه باريس 2024. وبكذا ارتفع رصيد البعثه المصريه لتسع ميداليات بواقع ميداليه ذهب، خمس ميداليات فضه، وثلاث ميداليات برونز. في الدوري الانجليزي الممتاز حقق ارسنال الفوز على فريق ايفرتون بنتيجه 4-0 في المباراه اللي جمعت الفرقتين على ملعب الامارات والمؤجله من منافسات الجوله السابعه في الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي. فريق ليفربول اللي بيلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح حقق الفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أنفيلد ضمن مؤجلات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي. سجل أهداف اللقاء فيرجيل فان دايك والنجم المصري محمد صلاح في الدقائق 73 و 77 على التوالي. كمان اتأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه القوي على فريق وستهام يونايتد بنتيجة 3-1 في اللقاء اللي جمع الفرقتين ضمن منافسات الدور الخامس من البطولة في الموسم الحالي. ودع نادي توتنهام منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي بعد خسارته من فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الدور الخامس من المسابقة للموسم الحالي. فريق بيرنلي اتأهل لدور الثمانية من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على فريق فيلتوود بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الدور ال16 في البطولة. وكمان اتأهل فريق نانت الفرنسي المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد لدور نص نهائي في بطولة كأس فرنسا للموسم الحالي بعد فوزه على فريق لانس بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة اللي اتلعبت بينهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي. شارك مصطفى محمد في المباراة في الدقيقة 75 من المباراة وقدم أداء فني جيد مع فرقته.